سيدي معالي الوزير ناصر بوريتا، senior advisor to President Trump Jared Kushner، special envoy to the President Ali Berkovich، أخواننا المغاربة، السلام عليكم. السلام عليكم والله يكثر خيركم. إيمان وشنين سنين هاد الشعر البركة. الحمد لله نسكروا على هاد النهار. ما نقدر نخبيه وما عندي ما نستر. كل شيء باين على وجهي. كلامي كيخرجوا من فمي وقلبي فرحان. الله يكمل بالخير ويفرحكم ويفرحنا كلنا. معالي الوزير، أنا فخور بوجودي هنا اليوم كرئيس الوفد الإسرائيلي الرسمي لإقامة العلاقات مع المغرب. وصلنا إلى هنا على متن رحلة تجارية إسرائيلية مباشرة، رحلة تاريخية بكل معنى الكلمة. وصلنا من شان تحويل رؤية إلى واقع. باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أود أن أعبر عن تقديره العميق لصاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس على قيادته الشجاعة ورؤيته بعيدة المدى. العلاقات الدافية بين الكسر الملكي والشعب المغربي عامة ويهود المغرب خاصة معروفة في كل أنحاء العالم. إنها ستشكل جسر بين البلدين وركنا لبناء السلام بين الشعبين. بعد إذنكم أرجع العربية المغربية. المثل اليهودي يقول: شأل أبيخا ويجدخا زكنخا ويوم رولخ سكسيبوك ويكلك جدوك ويعودوك. هذا اليوم كبير عندي شخصي، ماشي غير من سباب السياسي. بويا ربي مخلوف خليفة الله يرحمه، وأمي الله يطول عمر عزيزة، وأخواني دي كبار مني خلاقوا هنا، شكنوا كبروا ترباو وكراو هنا قبل ما يطلعوا لإسرائيل. أنا وفي حالي لولوف من اليهود دي شكنين في إسرائيل، كبرنا على المعودة دي جدودنا دي عايشوا هنا بالملاحة بسواب بصحة وبالفرحة. ما خلاو ما يعود على المروك كانوا كيتهلاو فيها. العربيات اليهود فمي من صغر، من يام دي كنا نجمعوا في إسرائيل نهار على نهار، شبعوا نصفوا العشية دلعشية ونركنوا على واحد الراديو صغير باش نسمعوا الاخبار. كول اسرائيل ميروشالايم تسنتو دابا الاخبارات بالعربيه المغربيه. العادات اليهود المغرب باكين عايشين فينا، بيوتنا صلاتنا في قلوبنا عند اولادنا، تا حاجه ما تتنسى. المعيشه بالامن ما عندها ثمن. معالي الوزير، لا حدود للتعاون اللي الذي ممكن نتدوره بمجالات الطيران، الابتكار، العلم، الصحة، الزراعة ومجالات كثيرة أخرى. معا كأصدقاء وكشركاء حقيقيين سنغير المنطقة لصالح شعبينا ولشعوب دول الجوار. باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه كبير المستشارين جارد كوشنر والمستشار